affilée via un voici. بعد خفتي وطأتي وبال كوفيد أتمنى أن تتعزز هذه الشراكة جنوب جنوب وتتعدد وتستمر اللقاءات في المستقبل لنتدارس مشاكلنا على أرض الواقع على أرض إفريقيا. تعتبر مدينة طنجة جوهرة شمال المغرب، فهي تتميز بتاريخ عريق متجدر وموقع جغرافي فريد بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، يسمح لها بالانفتاح على العالم، مما جعلنا نستلهم من خصوصياتها هذه وننفتح بدورنا على جميع أطباء القلب على المستوى الدولي. ستكون ابتداء من هذه السنة اللغة الرسمية لمؤتمرنا اللغة الإنجليزية، والتي يتعين علينا التشبث بها للحفاظ على التجدد والانفتاح الواسع على البحث العلمي، علما أن ذلك لن يمنعنا من تنظيم اجتماعات تحت إشراف جمعيتنا إما باللغة الفرنسية أو إما باللغة العربية. برنامجنا العلمي محاضرات حول مواضع مختلفة ذات راهنية وتداخلات تتركز على التوصيات الجديدة للجمعية المغربية لأمراض القلب وللجمعية الأوروبية لأمراض القلب، وكذا دروس وإيقاعات دقات القلب بالنسبة للطلبة المقيمين والماستر الخاص بأمراض القلب والأورام. تنظم الجمعية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله مؤتمرها 27، والذي له 3 أهداف رئيسية. الهدف الأول هو التكوين المستمر لأخصائيين أمراض القلب. الهدف الثاني هو تبادل الخبرات مع البلدان العربية والبلدان الإفريقية والبلدان العالمية، حيث عندنا على الأقل 15 جنسية من العالم التي نتشارك معها هذا المؤتمر. وأخيرا هو نقل المؤتمر ونقل لغة المؤتمر من اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية، حيث أصبحت ابتداء من هذه السنة اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية لمؤتمرنا. وشكرا. We had a very moving celebration of the 20th anniversary of Tallinn. It was in Rouen. We had more than 500 participants from every country. And it was very, very, very moving for me. You know, it proved the interest of the international cardiologists for this not so new technology that we call Tallinn. تشرفت اليوم بحضور النسخة 27 للمؤتمر المغاربي لأمراض القلب. طبعا كنت حضرت نسخ قبل هذا، وهذه النسخة هذه السنة تتميز بالعدد الكبير من الخبراء الدوليين الذين حضروا من أوروبا ومن أمريكا ومن دول المغرب العربي وكذلك من إفريقيا. مشاركة الهيئة الموريتانية لأمراض القلب في هذا المؤتمر تميزت بحضور فريق من 5 أطباء منهم بعض الأساتذة، نشارك في النقاشات العلمية وفي تأطير الدورات، وكذلك لدينا بعض المحاضرات. نحن ممتنون للهيئة المغربية لأمراض القلب على هذه الدعوة الكريمة وعلى حفاوة الاستقبال، ونهنئهم مسبقا بنجاح هذا المؤتمر الذي سيكون لا شك ناجحا نظرا لما تميز به اليوم الأول. هذا المؤتمر طبي السنوي هذا اليوم كان البدو ديالو، وحضرنا على محاضرات وشاركنا في محاضرات عديدة، وكيتميز بالأخص يعني أبحاث جديدة في ميدان تشخيص أمراض القلب. يعني كاين وسائل تشخيص جديدة ذكرنا عليها اليوم وموجودة عندنا في المغرب، وباش جميع أطباء القلب المغرب يكونوا على بال بهذه الوسائل الجديدة. وهذا المؤتمر تيتميز أيضا بمذاكرات وبندوات اللي غتكون حول
غير من تشخيص يعني علاج أمراض القلب. ذكرنا بالأخص على الناس اللي مرض السكر، مرض سكري ونفس الوقت بمرض القلب وكيتعرضوا لأمراض القلب كثيرة. العلاجات جديدة كاينين، ويعني كانت مذاكرة مع أطباء أكثر من دول شقيقة ودول أوروبية وأمريكا باش نخرجوا بنتائج جديدة وعلاجات اللي غيتنشروا إن شاء الله في بلادنا. ويلتئم هذا المؤتمر يعني مؤتمر الإفريقي بتوأمة مع في نفس الوقت مع المؤتمر الجمعية المغربية لمرض القلب التي نشكرها جزيل الشكر لقبولها يعني هذه التوأمة في هذه الدورة. عندنا البرنامج يعني غني، فيه برنامج الجمعية المغربية وفي الجمعية فيه برنامج الجمعية الإفريقية لأمراض لمعالجة أمراض القلب والشرايين بالقسطرة. في هذا المؤتمر يختص خاصة بالبث المباشر من عدة مراكز في العالم، من المغرب صارت هذا اليوم يعني صار بث مباشر من المستشفى الجامعي بالدار البيضاء في خصوص تقنية مهمة جدا وهي جديدة، يعني تغيير الصمام الأورطي بدون جراحة، وهذه حاجة مهمة جدا. ولكن في نفس الوقت فيه بث مباشر من عدة مراكز أخرى من المملكة العربية السعودية، من إنجلترا، من إيطاليا.